مشاهدينا اهلا بكم ومساء الخير وحلقه جديده من برنامج بكل هدوء معاكم عماد الصديق. وزي ما عودتكم في رمضان كل يوم ثلاث الساعه 11 مساء التقي بحضراتكم مع برنامجكم بكل هدوء. في الحقيقه النهارده الحلقه طبعا هنتكلم في على مجموعه من الاخبار وهنعلق على مجموعه من الاحداث اللي حدثت الاسبوع دوت وبالاخص النهارده او اليومين اللي فاتوا دول. الخبر الاولاني طبعا احنا عندنا رئيس وزراء وعندنا وزير زراعه وعندنا وزير ماليه وزير استثمار وزير اقتصاد وزير عدل وزير داخليه وزير دفاع وزير صناعه وزير تجاره وزير مش عارف ايه وزير مش عارف ايه وعلى راسهم رئيس الوزراء. دولت كلهم كانوا جايين وماسكين الحكومه علشان يعملوا نمو اقتصادي، يزودوا موارد البلد، يعملوا تنميه للموارد. النهارده عملوا تنميه للموارد ان هم رفعوا الخدمات على المواطن المصري. يعني النهارده زياده الرسوم لتنميه الموارد 200 جنيه لجواز السفر و2500 جنيه لرخصه السلاح و25% من قيمه السياره للترخيص و300 جنيه لرخصة القيادة و50 جنيه عند شراء المحمول. هو ده اللي قدروا عليه. طيب ما نلغي الحكومة، نلغي كل الوزارات ديت ويبقى واحد بس مسؤول هو ده الحكومة كلها، وكل ست شهور يرفع الأسعار أو يقول إن احنا هنرفع الدعم شوية أو الخدمات هتزيد شوية أو إن احنا يعني هنزود الموارد ونعمل تنمية موارد الدولة من خلال المواطن البسيط. هل هو ده الحل؟ يعني هل الحل ان احنا نعمل تنمية موارد للبلد ان احنا نرفع الخدمات؟ يعني مثلا على سبيل المثال خطوط المحمول 50 جنيه عند شراء خط جديد 10 جنيه شهريا على الفاتورة. طيب شركات المحمول او شركات الاتصالات التلاتة او الاربعة اللي موجودين في مصر دول بيبيعوا الهوا، دول بيبيعوا الهوا. يعني سنة 97 كان خط التليفون ب 1200 جنيه، 1200 جنيه خط التليفون سنة 97 أيام ما كان الجنيه جنيه. المفروض شركات المحمول ديت زي ما بتاخد فلوس من المواطن تقدم له خدمة، مفيش خدمة، شبكة ضايعة وإنترنت تعبان وكل حاجة، سيبك من ده. طيب احنا بنرفع ليه على المواطن 50 جنيه عند شراء خط و10 جنيه شهريا على الفاتورة؟ انا لو بشحن ب 100 جنيه في الشهر الشركات الاتصالات كسبانه منها 99 جنيه 95 جنيه. ما الدوله تقاسم شركات الاتصالات في دول، بدل ما بتاخد النهارده الفاتوره بتاعتي ب 100 جنيه في الشهر تاخد منهم 70 جنيه وتزود الموارد بتاعتها. الحاجه الوحيده اللي بتكسب في مصر دلوقتي هي شركات الاتصالات، الحاجه الوحيده. ومفيش طفل ولا كبير ولا راجل ولا ست ولا اي حد اللي معاه محمول وبيدفع. نيجي كمان على جواز السفر. جواز السفر بقى ب 200 جنيه، كان ب 54 جنيه، يعني اللي بيرفع ايه؟ 2000%. يعني كان ب 54 جنيه و40 قرش. طب ارفعه خليه 70 جنيه، خليه 80 جنيه، خليه 100 جنيه، انما ترفعه 200 جنيه. اقامه الاجانب، معاك في اقامه الاجانب 500 جنيه للترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات، لا زودها شوية، زود إقامة الأجانب شوية، وعشرة آلاف جنيه عند طلب الحصول على الجنسية المصرية لا خليها 20,000. في حاجات نقدر نقول عليها الحكومة عندها حق فيها، وفي حاجات ما نقولش. رخص السلاح 2500 جنيه عند استخراج الرخصة بدلا من 50 جنيه ماشي، دي مقبولة. 1000 جنيه عند التجديد ماشي ماشي، لأن اللي معاه سلاح أساسا راجل مقتدر فيدفع 2500 قليلين. كمان نيجي عند رخص العربيات 225 جنيه الأقل من 1030 سي سي بدل من 116، حرام. 350 جنيه أقل 1330 سي سي بدل من 143، حرام. رخص القيادة 50 جنيه مش عارف ليه بدل 50 جنيه بدل 9 جنيه لقيادة الجرار الزراعي. 300 جنيه الرخصة الخاصة بدل 20 جنيه، يعني 300 جنيه بدل 20 جنيه. يعني انا بستغرب، يعني انا بستغرب اللي تعاوز تزود الموارد بتاعه البلد، زود الانتاج. عندك خطه واضحه؟
عندك خطة واضحة لإنتاج المصانع؟ كم مصنع اشتغل؟ كم مصنع أنتج؟ صدرنا قد إيه؟ فين الإنتاج الزراعي؟ الرقعة الزراعية بعد 2011 اتاكلت، عملت بدايل، فين البدايل بتاعتك؟ فين بدايل الإنتاج الزراعي؟ فين الإنتاج الحيواني؟ فين المصانع؟ المصانع فين؟ إحنا عاوزين المصانع دي تشتغل، عاوزين اللي عنده مصنع النهارده يروح يشغل فيه ورديتين، يشغل يفتح ابواب رزق لناس تشتغل، نقضي على البطاله. فين الرؤيه الواضحه لتشغيل المصانع؟ الصناعه عندك، وزير الصناعه فين؟ وزير الصناعه فين؟ فين الجديد؟ مفيش جديد. معانا مين؟